شوداد؟ اي نعم، ابو شوداد. يعني لسه ما مات؟ لك هذا بسبعة رواح، مثل القطاط ما بيموت. ماشي، اتركه علي. شو بدك تساوي يا اخي؟ بدك اوصل؟ هلا ما رح اوصل، بس دباره عندي. بس ابو شوداد ما رح يسكت لنا، والظاهر انه ناوي على الشر. خلصت عصام؟ خلصت بقى، قلت لك دباره عندي. وين رايح معتز؟ وين رايح؟ رايح تحل عيونه بشوفتي لهالواطي. يو، وين راح اخوك يا مو؟ شو بيعرفني يا مو؟ شو بيعرفني؟ وانت ليش ما جبت نسوانك معك؟ ما بعرف يا مو، كل وحدة منه نايمة عند أهلها، بعدين أنا بصراحة ما بضيب. والخانم لطفية، ما بتقولي إني اشتقت لبنت ابني، اجيب لي إياها شي نص ساعة زمان، ولا خلاص بس تروح لعند أمها في ريال بتنسى واجباتها؟ خلاص يا مو، وحياة عيونك لجيب لك إياها بذات نفسي. إيه، ما بسمع منك إلا الحكي. لا يا مو، شو حكي ما حكي؟ عامل لك بدي اجيب لك اياها، يعني بدي اجيب لك اياها. بدك شي يا مو؟ اقعد يا مو شوي، ولا ما عاد ينقعد معي بقى. انت ما عاد ينقعد معك، لك انت البركه تبعنا، بس يا مو الحاره مشغوله كثير ونحن مستنفرين على الاخر. خير ان شاء الله. في وفد رسمي من الوجاهات والمشايخ اجوا على الحاره، والظاهر يا مو انه بدهم يحلوها. الله يسمع منك يا ابني، بكفي دقيقه على هالخليقه بقى. استناني يا مو لالبس مشان توصلني لعند اختك دلال. ايه شو عليه؟